اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. اللطيف اسم من أسماء الله الحسنى، هيغير حياتك كلها. حضرتك استشعرت اللطيف؟ افتكر كده كم مرة كان ربنا سبحانه وتعالى لطيف معاك. إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا بفضل الله عز وجل، أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما البعض، وما مسك منه من سوء. اللطيف هو البر بعبادي المحسن لخلقه، بيصل المنافع إليهم برفق وبلطف بفضل الله عز وجل. وأصل اللطف خفاء المسلك ودقة المذهب، فهو سبحانه المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون لعظيم علمه بدقائق الأمور وخفايا النفوس. اللطيف يحدث لك بلطفه بعظائم المقادير والتي تستبعد أكثر العقول خيالا وقوعها، فيجعلها كائنة حاضرة فلا تنتبه إلا وقد حدثت بفضل الله عز وجل. إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب. وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخبر منه فهو سبب أعظم العطايا التي تنالك. عندما أراد اللطيف سبحانه أن يخرج من السجن يوسف، ما دكش السجن، لم يدكك جدران السجن، لم يأمر ملك أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة، لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي، بل قد جعل الملك يرى رؤية، شوف رؤية في المنام، حتى تكون سببا خفيا لطيفا يستنقذ به يوسف من أصفاد الظلم. سبحان الله. ولما شاء اللطيف أن يعيد موسى إلى أمه لم يجعل حربا تقوم يتزعمها ثوار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون، لا، بل جعل فم الرضيع لا يستزيغ حليب الأمهات، وهكذا يعود موسى إلى أمه في بيت فرعون أو في قصر فرعون بعد أن صار فؤادها فارغا. لما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب لم يرسل صيحة تزلزل ظلم قريش، أرسل إيه؟ الأرض حشرة تأكل أطراف وثيقة الظلم، فيصبحون وقد تكسرت من الظلم بحشرة لا تكاد ترى بالعين. اللطيف سبحانه بأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير وبإرادتي على ما شاء سبحانه، والعبد غير مدرك بأن شيئا ما يحدث. اسأل نفسك كده كم مرة كان ربنا سبحانه وتعالى لطيف معاك. سبحان الله يا أخي، والله منذ قليل أخبرني أستاذنا الأستاذ محمد عبد الحكيم ربنا يحفظه عن قصة فيها من لطف الله ما لا يعلم إلا الله. قال لي إيه؟ قال لي إن أخوك اقتنى كلب، فبقدر الله دخل لقى الكلب ده في سكرات الموت، أخوه نسي إنه يأكله ويشربه، فسبحان الله شوف لطف ربنا بالكلب ده. يقول أستاذ محمد جري جاب له لبن ومية وبدأ إن هو يطعمه واستعاد صحته وقوته مرة تانية. يا إذا كان الله عز وجل بلطفي أرسل أستاذ محمد للكلب، فما بالك بلطف الله عز وجل الذي طالما أرسل إلينا كثيرا من فضله بفضل الله عز وجل. ما توقفش الحلقة دي عندك وانشرها لكل أحبابك. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.